حبيباتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير. نتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. حبيبات ليالي ديالي، اليوم جبت لكم واحد الكراتان صحي كيطوني. حتى نتوما الاحباء ديالي، مرحبا بكم ونهاركم مبروك هذا، واهلا وسهلا بكم، لان القناه فيها ذكور واناث. استسمح لانني دائما كنتكلم بصيغه التانيث، لان البنات اللي معانا بزاف. مهم، ما علينا. الطبخ كيشمل كل شيء، كيشمل الفتيات والفتيان. مهم حبايبي، اليوم درت لكم واحد الكراتان غزال 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 وصحي وكيطوني بالدرجه الاولى. انا راني داخله في نظام كيطوني، ديجا قلت لكم، والحمد لله راني غدا مزيانه. اذا شنو كنحتاج في هذا الكراتان؟ البسباس وشويه ديال البروكولي، البسباس وشويه ديال البروكولي مسلوق في الماء والملحه. ودابا كنقطرو هنايا قدامكم، كنقطرو قدامكم، وغادي ندير معاه لي شامبينيون خضر، شامبينيون خضر كونجلي البنات. وعندي هنا جوج ديال لي بوارو، جوج ديال البواريات مقطعين قطع صغيره. نتمنى تكونوا كتشوفوا مزيان شنو عندي هنايا. عندي لا موتزاريلا، عيني ميزاني، ما كنديرش انا القياس والعبار، عيني ميزاني. عندي شويه ديال داك الورق ديال البسباس مقطع صغير باش يعطيني النكهه ديال البسباس في الطبخه ديالي. عندي قلي من الزبده البلديه، وعندي القشده البنات، القشده الطريه كنستعمل انا هذه بالدرجه دائما تقريبا كنستعمل هذه، يعني كنخلط كل مره، ولكن هذه بالاغلبيه. في التوابل عندي شويه ديال السكينجبير، وعندي شويه ديال الكوزه، وعندي الحبق، بازيليك اللي ما كيعرفش الحبق بالعربيه، بازيليك فرنسيه. عندي هادو ديال الكرات، ايشالوت حتى هو، وعندي الثوم بودره، وعندي الابزار المخلط، الانواع ديال الحبيبات مخلطين، وقلنا جوج بيضات الا ما كنتش نسيتهم. هذا الشيء اللي غادي نديرو اليوم، والزيت البلديه طبيعه الحال. اذا يلاه معايا حبيباتي نبداو في العمل ديالنا. اول حاجه البنات غنديرها هي انني غادي نشحر البويرو مع الشامبينيون. ندير شويه الزيت البلديه وشويه الزبده. انا دائما البنات كنطبخ بالزيت البلديه والزبده باش يكون كيتوني. راكو عارفين الكيتوني خصو الزبده، خصو الدهنيات بزاف. دونك غندير غير شويه صافي البنات، حيت غيكون فيها القشده ويكون فيها بزاف ديال الدهنيات. دام ندير لها ندير لها شويه الملحه، نخليها تذوب. غادي نرمي نشحر فيها البويرو ديالي، نخليه يتشحر مزيان البنات. اذا غنحاول نقرب الكاميرا هنايا باش تشوفوا مزيان. اصلا قلت لكم المحتويات، اذا هنا غادي نشوفوا، غادي نخليو البويرو ديالنا يتعرق مزيان، يطيح يدبل كما بغينا نسميوه، يطيح يدبل، المهم يطيب. غادي نخلط البيضات ديالي حيت راه كلشي طايب، يعني باقي غير البويرو وهذا والشامبينيون هو اللي باقي لنا. واحد شويه قبصه ملح للبيض، اذا هو وجد. اشتقت لكم، توحشتكم، نتمنى تكونوا نتوما توحشتوني حبايب ديالي. دائما اللي بغات تدخل معايا في هذا الكيدو التحدي تدخل وتقولي في الكومونتير شحال كي جاها التجربه ديالها معاه، واش عجبها هذا النوع ديال الريجيم او لا. يعني
انا بعدا عاجبني كناكل حتى كنشبع والحمد لله. ولكن عندي وجبتين في اليوم البنات، وجبتين. دابا كنحاول ما امكن ندير غير وجبه في اليوم، يعني ندير وجبه. كندير الصيام المتقطع معاه، ديجا قلتها لكم البنات، كندير الصيام المتقطع. دابا راني مازال ما فطرتش، قلت نحاول ما امكن اليوم نجرب وجبه في اليوم حتى ناكل الكراتان ديالي. غادي نوريكم معايا اش غنقدموا، غنقدموا مع الكوتليت نتاع الغنم. ديجا عندي في سميتو شي كفيته، غادي ناكل واحد طروسو من هذا الكراتان، ما غاديش ناكلو كامل يعني شويه، شنو يقدني انا كمقدار شخص واحد يعني. والاخر كنديرو في الثلاجه باش غدا ما كاينلاش عاد نطيب. ندير نشوي غير شويه ديال الكفته ولا وبركات. اذا غادي نرمي فيه الشامبينيون ديالي، مازال كونجلي البنات. خليه يطيب، الشامبينيون راه هو دغيا كيكحل. انا ما قطعتو ما والو، هو اصلا مقطع، كنشري هكذاك مقطع، كنشري في بورصات كبيره مقطع ديال كونجلي، وكنديرو في الكونجيلاتور، وكنبقى كل مره هذا اخضر ماشي معلب. يلا حبيباتي حيت يطيب شويه وغادي نوري لكم، هانتوما معايا. اذا حبيباتي الان راني كنشحر هذا مزيان البويرو مع الشامبينيون ديالنا، خصهم يتشحروا مزيان البنات. شوفوا مزيان، درت له شويه ديال الثومه يابسه، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، فلفل كنجبير. هذا ما كان، انا كنخليه راه طاب دابا، غادي نخليه شويه يتعسل، وغادي نزيد له شويه ديال الكرات، شويه حيت غادي نزيد عاد الكرات في القشده مع البيضه، تجي بحال شكل البشاميل. هنا غادي ندير واحد معلقه ديال هاد القشده، حيت عاد غادي نديرها في الاخر. غير باش تبنن وصافي، حيت عاد غندير القشده في الاكل ديالنا. اذا ها هو طاب البنات، هكا بغيتو. اذا دابا الان ساليت من هذا، دابا نبدا معكم الاخر، الكيش ديالنا، طريقه التقديم وكلشي. كنكونو سخنا الفور ديالنا، اذا حبيباتي انا رجعت لكم، دابا غادي نوريكم شنو غادي ندير. اذا اول شيء غادي نحط البسباس ديالي هنا، بسباس راه مسلوق غير في الماء والملح كيف قلت لكم، صافي. هو الاول دهنت المول بالزبده، وهو الاول غادي نفرشو هنايا. غادي ندير له شويه ديال الموتزاريلا البنات، يعني فرست له عليه هكا شويه. وغادي ندير له شويه ديال الاوريغانو تاع الحبق، البازيليك ماشي اوريغانو، باش يجي بغيتو يجيني منكه بهاد النكهه. اوكي، وقليلا من الابزار. اذا غادي نهز شويه ديال هاد العماره ديالي،
غادي نحاول غادي نوزعها كامله هنايا. صافي هنا في الوسط صدقوني حبايبي كيجي هائل جدا ما نقولكمش. اذا انا نهبط هذيك الزيت البلديه اللي هنايا كامله كليدان كيجي هائل البنات رائع جدا. نتوما غادي تذوقوه وغادي تردوا عليا الخبر طبيعه الحال. غنكمل هذا البسباس فوق منه وكلا صحيه البنات والناس اللي كتبغي دير شويه ديال الريجيم ما تكثرش الفخوماج الموتزاريلا ما تكثرش. اذا دابا البنات غادي نزيد له شويه ديال التوابل ديال الابزار وغادي ندير له شويه ديال الكراس باش يجي لنا من الكهف زوين بنين باش هذه هي الحبق. اذا شويه ديال هذا من بعد غادي نبدا. انا ما كيعجبنيش بزاف البروكولي كيجيني مجهد شويه كنبغي ناكل غير شويه منه نديرو غير في الوسط. انهيت عملي من هذا الطبسل. اذا حبيباتي هكذا كنقد المسائل ديالي على حسب الرغبه ديالي كي بغيت يكون لو بلا ديالي مداير. اذا شنو غادي ندير هنا شويه ديال الموتزاريلا غادي نخلي الاخرى نديرها الفوق. اذا بالنسبه للبيض ديالي هذا انهيت منه شويه كندير له البيض ديالي درت فيه غير المليحه البنات وغادي ننكهو بشويه ديال الابزار حيت كيكون مطحون مباشره كيكون المذاق ديالو رائع جدا وشويه الكوزه ما تكثروش منها بزاف لانها كتمرر وطبيعه الحال القشده جادور القشده انا يعني. كتحمقني في كتجي بحال شكل البيشاميل. ما تنسونيش بالدعوات ما تنسونيش بالدعوات من فضلكم احبائي ما تنسونيش بالدعوات. صافي كان بخير. غادي نزيد شويه ديال القشده حيت جاتني قليله اذا حبايبي باش يجينا كاع القشده عليه كامل ما بغيتش نكثر فيه البيضه البنات بزاف. والان الموتزاريلا كيجي غني بالدهنيات راه قلت لكم كيطوني هذا الى الفرن. نزيد له شويه ديال الحبق من الفوق شويه ديال الابزار كيعجبني انا الابزار البنات وصافي الى الفرن.
نتلاقاو من بعد ما يطيبو يوجد. يلا حبايبي انتوا معايا. حبيبتي هالكغطان ديالنا وجد وبرد رائع جدا، ما شهيتكم فيه. وهذه هي الوجبه ديالي ديال الغداء، شويه الخس مع الكروم وشويه ديال الكوتلات. دابا غادي ناخذ شويه ديال الكغطان ديالي، رائع البنات، رائع بزاف. كيجي غزال، كيجي غزال البنات والله العظيم، صدقوني جربوه 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 حكمو غزال البنات. بحال الوليدات اللي ما كياكلوش البسباس هكذا يتكل بهذه الطريقه احسن. ندير شويه ديال البروكولي صافي، الله يجعل البركه. كمل هذا شويه البسباس، راه ما فيهش لي كالوري بزاف البنات، والخس كيف قلت لكم راه بحال زيرو، ما كاينش لي كالوري، بحال زيرو كالوري. اذا هذه هي الوجبه ديالي ديال اليوم البنات، الف صحه وهنا. وهالكراتان ديالنا كي كيجي بالشامبينيون والبسباس رائع جدا. نتمنى ينال الاعجاب اعجبكم ويرقكم الطبق نتاع اليوم. وهذا هي الغديوه ديالي اللي كتوحم، تسمح لي مسكينه حقها في الجنه، وتنتوما ايضا الاعزاء ديالي حقكم الجنه. ومع السلامه.